نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. أكد مركز حميميم لمراقبة الهدنة أن عناصر جبهة النصرة استهدفوا بالقصف محيط مدينة حلب وحيي الشيخ مقصود والميدان ومطار النيرب العسكري في المدينة. ووفق المركز فقد استخدم عناصر النصرة راجمات الصواريخ، كما نفذوا عمليات قصف على مخيم حندرات للنازحين. وفي خان طومان ارتفع إلى 94 عدد قتلى جبهة النصرة والفصائل المسلحة، وأصيب العشرات خلال المعارك مع الجيش السوري منذ الخامس من الشهر الحالي وفق المرصد السوري المعارض. من حلب معنا للمباشرة مراسل الميادين علي مرتضى، تضعنا في ملخص للوضع الميداني في حلب. علي، نعم، يعني حتى اللحظة تعتبر منطقة خان طومان هي النقطة الأسخن هنا في حلب، خاصة بعد خرق المسلحين الهدنة والتهدئة التي فرضت في خان طومان، ودخلوا إلى خان طومان وقاموا بالسيطرة على بعض المناطق فيها. الجيش السوري لا يزال يشرف ناريا على داخل مدينة خان طومان عبر سيطرته على 3 مستودعات الذخيرة، ويقوم باستهداف تحركات المسلحين داخل المدينة. هناك أعداد هائلة من المسلحين تذهب بين قتيل وجريح نتيجة استهداف الجيش السوري وحلفائه لهذه الجبهة. التهدئة الثالثة التي دخلت حيز التنفيذ منذ يوم تقريبا يبدو أنها صامدة، خاصة في المدينة مع استهداف بسيط، يعني لا يوجد خرق ضخم كما ذكرت في الخبر قبل أن أكون معكم على الهواء، فإن الخروقات هي يعني يتم تعدادها بشكل بسيط، لا يمكن القول بأنه هو هذا الخرق الضخم أو هذا عدم الالتزام بالتهدئة بشكل كبير. عدم الالتزام يتمثل فقط في الريف الجنوبي وكذلك في الريف الشمالي في بعض المناطق والنقاط، خاصة فيما بين الجماعات المسلحة في الريف الشمالي التي تقتتل فيما بينها، وخاصة في مارع التي تشهد اشتباكات عنيفة بين داعش والمجموعات المسلحة هناك. وبالتالي فإن ربما الوضع بأكمله وهو يعني ينتظر انتهاء فترة التهدئة والتي تمتد إلى 72 ساعة منذ إقرارها، وبالتالي ينتظر الحلبيون وينتظر الجميع انتهاء هذه التهدئة، ما إذا كنا سندخل في مرحلة تهدئة جديدة أم أن الأمور سوف تذهب إلى المواجهة والاشتعال، خاصة مع الأخبار القادمة من أن جيش الفتح الذي ينضوي تحت لوائه جبهة النصرة وحركة أحرار الشام وجند الأقصى يستعدون لهجمات عديدة في الريف الجنوبي، وهم بالأساس غير ملتزمين بالتهدئة، ولكن المشكلة لديهم بأن المشكلة العسكرية لديهم بأن السيطرة على خان طومان جعلت منها مركز استنزاف عدد المقاتلين الذين إلى الآن لا يستطيعون التمركز بشكل كبير داخل خان طومان. كذلك هناك بعض المعلومات التي ترشح من هنا وهناك من الجيش السوري وحلفائه عن اقتراب عملية عسكرية ما، ربما لاستعادة الخان، ربما في الريف الشمالي وربما أوسع من ذلك وأضخم من ذلك. لا نعلم حتى الآن مدى يعني متى ستكون هذه العملية ومدى صدقية هذه المعلومات وجديتها بخصوص هذا القرار. ربما كل هذا الأمر كمال مرهون بإعادة العمل بالتهدئة بعد انتهاء المهلة التي فرضت له. أشكرك جزيل الشكر علي مرتضى مراسل ميادين، كنت معنا مباشرة من حلب شمال سوريا. إلى وسط سوريا، حيث قطع تنظيم داعش طريق إمداد الرئيسة بين حمص وتدمر بعد أسابيع من استعادة الجيش السوري السيطرة على المدينة الأثرية وفق المرصد السوري المعارض. المرصد قال أن داعش قطع طريق الإمداد الرئيسة بين حمص وتدمر قرب مطار تيفور العسكري، وأن اشتباكات تدور بين الجيش السوري وتنظيم داعش في المنطقة. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المسألة السورية لم تعد مجرد أزمة محلية أو إقليمية، بل أصبحت تمثل تهديدا عالميا وفقا لنتائجها. أردوغان رأى أن تركيا ودول البلقان أصبحت تواجه مصاعب مالية كبيرة وتتحمل أعباء ثقيلة نتيجة الأزمة السورية. أردوغان أضاف أن بلاده قتلت 3000 مسلح من تنظيم داعش في سوريا والعراق. داعش
بعض الدول تتهم تركيا بدعم تنظيم داعش. لا يوجد بلد يقاتل التنظيم كما نفعل الآن، ولا يوجد بلد كبد الخسائر كما فعلنا. على الرغم من أننا تكبدنا الخسائر، لكننا تسببنا في المقابل بخسائر كبيرة لداعش في سوريا والعراق، بلغت 3000 في حربنا ضده. كيف يمكن لبلد يقاتل داعش أن يدعمه؟ أحبطت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأوكرانيا محاولة روسيا إدراج جماعتي أحرار الشام وجيش الإسلام على قائمة المنظمات الإرهابية. وعزى المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة سبب الرفض لأن الجماعتين مشاركتان في وقف النار، وأن إدراجهما على القائمة السوداء يمكن أن يؤدي إلى تداعيات سيئة على الهدنة. وفق المندوب الأمريكي فإن هذا ليس الوقت المناسب لتغيير منح الأمور. عرض طلاب جامعة تشرين تصاميمهم الهندسية والعلمية خلال معرض للابتكارات والتكنولوجيا أقامته كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة تشرين باللاذقية. التفاصيل مع مجد ليلى. على طاولات بسيطة يستعرض طلاب جامعة تشرين تصاميمهم الهندسية والعلمية، ويشرحون لإعداد الزوار الكبيرة أفكارهم وأهداف مشاريعهم وألية عملها في خلال معرض للابتكارات والتكنولوجيا أقامته كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة تشرين باللاذقية. الطلاب شاركوا في المعرض بتصاميم ونماذج أولية قابلة للتطوير قد تمثل أساساً لمشاريع مستقبلية. روبوتات بسيطة تحمل أفكاراً صناعية تحتاج إلى التبني والدعم قد تمثل عوناً في المستقبل القريب في العديد من المشاريع والبنية التحتية التي دمرتها الحرب. أنا بصراحة جيت وما كنت متوقع أن أشوف مشاريع بها الزخم وبها الغنى. الحرب في سوريا كان لها انعكاس واسع على أفكار الطلاب. تصاميم لأطراف صناعية استوحاها الطلاب بعد العدد الهائل من إصابات الحرب والبتر في سوريا. تصاميم قد ترتقي إلى مستوى الصناعة العالمية في مجال الأطراف الصناعية إذا ما لاقت الدعم المطلوب. لحتى نثبت أنه نحن مع كل سنين الأزمة ومع كل سنين الحصار نحن قادرين نعمل مشاريع تواكب العلم مثل أرقى الدول. المعارك والجبهات والحاجة إلى معدات حديثة كانت محور بحث بعض المبتكرين. روبوتات تجسس وطائرات بدون طيار بخبرات طلاب سوريين تظهر تفاعلهم مع وضع البلاد. المشروع هو عبارة عن طيارة بدون طيار. الطيارة بدون طيار هي كواد كوبتر فيها 4 محركات. نحن تمكننا من الاتصال والتحكم بالمحركات لاسلكيا عن طريق الواي فاي. بمواد بسيطة وآليات تقليدية استطاع الطلاب تحقيق نماذجهم. الحصار على سوريا كان سببا في تعديل بعض تلك النماذج والابتكارات، إلا أنها وفي نهاية المطاف خرجت إلى الضوء في معرضهم البسيط. هجرة العقول السورية واستنزاف الجيل الجديد سيمثلان تحديا كبيرا لمرحلة ما بعد الحرب، مرحلة صعبة تتمثل في إعادة بناء ما دمرته الحرب، وتمثل اختبارا حقيقيا للسوريين في جدارتهم بالحياة. اعتقلت الشرطة الأسترالية 5 أشخاص يشتبه بأنهم كانوا يخططون للإبحار إلى إندونيسيا ثم الفلبين قبل التوجه إلى سوريا للقتال مع داعش. وتصل عقوبة المتهمين بالانضمام لداعش في سوريا إلى السجن 10 سنوات. وكان وزير الهجرة الأسترالي قد أشار في وقت سابق إلى أن نحو 100 شخص غادروا أستراليا إلى سوريا للقتال مع داعش. سجل عدد النازحين جراء الحروب في العالم عام 2015 رقما قياسيا، إذ ناهز 40 مليونا، أكثر من نصفهم من سوريا واليمن والعراق. وفق تقرير صادر عن مرصد أوضاع النزوح الداخلي فإن العام الماضي سجل نزوح 8,600,000 شخص، بينهم نحو 5 ملايين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان.
نفت مصادر إسرائيلية رسمية استهداف مقاتلات قافلة تابعة لحزب الله في قرية مجد العنجر في منطقة البقاع اللبناني. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المصادر أن ما نشرته وسائل إعلام عربية بهذا الصدد عار من الصحة، وهي المرة الأولى التي تبادر فيها تل أبيب إلى نفي وقوع هجوم كهذا. وكان الإعلام الحربي لحزب الله قد نفى صحة الأنباء التي تحدثت عن استهداف طائرات حربية إسرائيلية إحدى القوافل التابعة له قرب الحدود اللبنانية السورية. بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد وبمناسبة عيد الشهداء، افتتح رئيس مجلس الوزراء دكتور وائل الحلقي مستشفى قطن الوطني في ريف دمشق بقيمة إجمالية تقدر بملياري ليرة سورية. بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد وبمناسبة عيد الشهداء، افتتح الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء مشفى قطن الوطني بقيمة إجمالية تقدر بملياري ليرة سورية. المعدل كم صورة يوميا عم تعملوا عليه؟ يعني هلا يعني بحرر 50 صورة تقريبا. 24 ساعة ولا بس بفترة؟ 24 ساعة. جهاز كويس يعني. جهاز من أجيال الجديدة. تقنيات عالية. نعم. ديجيتال. ديجيتال. وكله طبعا مجانا. مجانا طبعا. ويتكون المشفى من 4 طوابق وقبو بمساحة طابية إجمالية 6000 متر مربع بالإضافة إلى 60 سريرا. ويضم المشفى عيادات تخصصية متعددة وأقسام للإسعاف والجراحة النسائية والعامة والعناية وغسيل كلية والداخلية. إذا أجا مريض قصور كلوي وبدنا نعمله غسل كلية، في مين يقوم بهذا العمل؟ والله حاليا نحن يعني بس في محط تحلية بس بده شوية شغل، وفي في نحن كوالد يعني انتوا مشافي أخرى يعني قيد الإقلاع يعني الشعب قيد الإقلاع يعني ما جهازين آخرين يعني راح ينحطوا بالخدمة. يا تقلعوا إلا إذا كان كادر مهيأ وقادر يقوم بالدور تماما. الدكتور الحلقي أكد أن الحكومة تولي القطاع الصحي أهمية كبرى وتسعى لإعادة الألق لهذا القطاع الحيوي والإنساني رغم التحديات التي واجهها من جراء استهداف المجموعات الإرهابية للمشافي والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف. هذا المشفى كمشفى متواجد في منطقة جغرافية واسعة في ريف دمشق، سيخدم أهلنا في منطقة قطنة وأيضا القطاع المجاور من قرى جبل الشيخ، وبالتالي سيقدم قيمة مضافة للقطاع الصحي ودعم منظومة القطاع الصحي. هذا المشفى مشفى مجهز بأحدث التجهيزات الطبية من الأجيال الحديثة، وبدأنا بأيضا إعداد الكادر الطبي والصحي القادر على النهوض بمسؤولياته للارتقاء بالقطاع الصحي في هذه المنطقة. طبعا بالتأكيد المؤشرات الصحية عندما يضاف مشفى مثل هذا المشفى بطاقة استيعابية تصل إلى 60 سرير سيساهم بتحسين المؤشرات الصحية وسيرتقي بسوية الخدمات التي تقدم لأهلنا في هذه المنطقة من الناحية الصحية. وأكد الحلقي أن الحكومة مستمرة بمرحلة البناء وإعادة الإعمار ومن ضمنها التوسع في بناء المشافي الجديدة وتطوير القائمة منها وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية والأدوية. سنمضي باستكمال كل ما يمكن أن يدعم هذه المنظومة ويرتقي بسوية الخدمات الصحية. اليوم بظروف الحرب ليست المشفى الأولى التي تفتتح، حتى في ريف دمشق سبق أن افتتحنا مشفى في القطيفة، افتتحنا مشفى في السويداء مشفى سالي، افتتحنا في طرطوس مشفى الشيخ بدر. هي سلسلة من المشافي رغم كما تحدثت يعني ظروف الحرب الصعبة التي نعيش، لكن إرادة الحياة وإرادة البناء والإعمار سنمضي بها للأمام حتى تحقيق الانتصار. هناك من مقابل الخدمات كلها مجانية في هذا المشروع؟ الخدمات كلها مجانية، وقطاع الصحة وقطاع التربية والتعليم سنمضي بهما مجانا من أجل تقديم خدمات لائقة بهذا الشعب العظيم الذي صبر وتحمل كل أعباء هذه الحرب. ويأتي افتتاح مشفى قطن الوطني في إطار اهتمام الحكومة بتوفير الخدمات لأهالي قطن وما حولها. مشروع المشفى نفذته الشركة العامة للبناء وأشرفت عليه الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية. أكد مصدر إعلامي أنه لا صحة للأنباء التي نشرتها بعض وسائل الإعلام عن قطع طريق حمصة تدمر من قبل المجموعات الإرهابية.
ميدانيا نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري سلسلة طلعات على تجمعات وتحركات لإرهابي داعش، وذلك في محيط المحطة الرئيسية بحقل شاعر ومحيط حقل المهر النفطي وشرق مدينة تدمر وقرية جزل بريف حمص، أدت إلى تكبيد الإرهابيين خسائر في الأفراد وتدمير مصفحات وآليات بعضها مزود برشاشات ثقيلة. وفي ريف درعا دمرت وحدة من الجيش 4 آليات ومربض هاون لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي وقضت على العديد من أفراده من بينهم أحمد قطيفان متزعم ميداني فيما يسمى لواء توحيد الجنوب، وذلك في حي 40 بدرعا البلد. أما في ريف حماة فقد استهدفت وحدات من الجيش بإسناد من سلاح الجو. أكد وزير الإعلام عمران الزعبي خلال لقائه وفدا إسبانيا من الحزبين الاشتراكي والشيوعي أهمية العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط بين إسبانيا وسوريا، مشيرا إلى ضرورة العمل على تفعيل هذه العلاقات بما يخدم البلدين، وبخاصة أن سوريا تتعرض لأشرس حملات التضليل الإعلامية التي تمارس عليها من قبل دول كبرى لتشويه إرثها الحضاري والتاريخي، منوها بأن سوريا كانت وما زالت أم الحضارات الإنسانية ومهد الديانات السماوية، وسوريا بشعبها وجيشها ومؤسساتها المتماسكة صمدت وستبقى صامدة في وجه الإرهاب ولن تسمح بتمرير أي مشروع لتقسيم البلاد، وأن ما ترتكبه العصابات الإرهابية في سوريا من مجازر بحق الشعب السوري يعكس مشهدا واحدا وهو الفكر الوهابي السعودي الذي يعمل على تكريس الفتن الطائفية. الوفد الإسباني أكد أن معظم الشعب الإسباني اكتشف منذ البداية حقيقة ما يجري في سوريا والذي حاولت بعض القنوات تقديمه بصورة مشوهة، لكن المتابع لقضايا الشرق الأوسط يدرك الحرب الممنهجة المخطط لها منذ عام 2003 من قبل الدول الإمبريالية والاستعمارية للسيطرة على ثروات المنطقة، مشيرا إلى أنه لن يدخر جهدا لكشف الحقائق وتوضيحها أمام الرأي العام العالمي من أجل عودة السلام إلى سوريا. بحث المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، بحث خلال لقائه مع السيد بيير كريمبول المفوض العام للأونروا أهمية التنسيق القائم بين الحكومة السورية وجميع الجهات الفاعلة في الحقلين الإنساني والإغاثي، ومن منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا والمنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية لتأمين احتياجات المواطنين السوريين والذين هجروا من أماكن استقرارهم الاجتماعي أو المحاصرين بفعل الأعمال الإجرامية للعصابات الإرهابية. وأكد غلاونجي أنه على الرغم من مرور 5 أعوام على الأزمة بأن الحكومة السورية ما زالت تعمل بشكل دؤوب ومستمر لتقديم كل أنواع المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين من هذه الأزمة عموما والنازحين في المخيمات الفلسطينية خصوصا للتخفيف من معاناتهم. من جانبه أكد كريمبول أن زيارته إلى سوريا تأتي في إطار الاطلاع على واقع العمل الإغاثي والإنساني وتأمين احتياجات اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مراكز الإيواء، مؤكدا على ضرورة استمرار التعاون لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والخدمات الحيوية للتخفيف من الضغوطات والصعوبات التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون نتيجة الأزمة في سوريا. وزارة الصناعة بالتعاون مع الإدارة السياسية تكرمان عددا من ذوي شهداء الجيش العربي السوري بمناسبة أعياد أيار في مبنى الوزارة. تقديرا لتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن، كرمت وزارة الصناعة والإدارة السياسية عددا من ذوي شهداء الجيش العربي السوري. كمال طعم وزير الصناعة أكد أهمية وعظمة التضحيات التي قدمها شهداء الوطن دفاعا عن ترابه الطاهرة وصونا لعزته وسيادته، مشيرا إلى أن ذوي الشهداء يجسدون مثلا ناصعا للقوة والصلابة والوفاء ويمثلون النموذج الأرقى في الانتماء إلى الوطن والذود عنه. هذا التكريم هو لنستمد من أسر الشهداء دروس التضحية والفداء، أولئك الأسر الذين علموا أولادهم دروس الشهادة، وأولئك الذين أرضعوا أبنائهم حب الوطن، وأولئك الذين جعلوا أبنائهم يقدمون أغلى ما يملكون فداء لوطنهم الغالي سوريا. ذوي الشهداء عبروا عن فخرهم بشهادة أبنائهم لأنهم يعتبرونها قيمة القيم ووسام فخر يعلق على صدورهم وواجبا وطنيا أمام ما تتعرض له سوريا من إرهاب. نحن ضحينا بولادنا مشان يعيش الوطن، مشان يبقى وطننا ونحافظ على وطننا، وإذا احتاجت الأمور أن نضحي بأنفسنا نحن فكمان نحن جاهزين. يعني أنا من 3 شهداء
فقدمت أولادي في ذا الوطن والله ينصرنا. نشهد أولادنا دفاعا عن كل مقدس في هذا الوطن. نعاهد الله الوطن أن نظل بشريع شهادي دفاعا عن كل مقدس في هذا الوطن. أنا أخ الشهيد عامر جهاد حجل والشهيد عايد جهاد حجل، وأنا جاهز كمان أروي دماء الأرض واستشهد كرمال أرضنا. رسالة وجهها ذو الشهداء أن السوريين ارتضوا واختاروا طريق الشهادة لإيمانهم بسوريا رسولا للحضارة والسلام في العالم، وأنهم لن يوقفوا قتال لأعداء الشمس من إرهابيين وتكفيريين قبل أن يندحر الإرهاب عن كل شبر من كامل الجغرافيا السورية. وزير التعليم العالي يزور محافظة طرطوس ويرعى نشاطات عدة لجامعة طرطوس المحدثة. محطات هامة توقف عندها اليوم الدكتور محمد عامر المرديني وزير التعليم العالي في زيارته إلى محافظة طرطوس، استهلت بحضور مناقشة أول رسالة دكتوراه تقدم بها الطالب المهندس منذر أنيس سليمان من كلية الهندسة التقنية جامعة طرطوس. كما رعى السيد الوزير حفل تكريم وتخريج دفعة من طلبة كلية السياحة جامعة طرطوس، حيث أكد على أهمية الاحتفاء بالناجحين والمتفوقين وضرورة بقاء الخريجين في البلد ليساهموا في بنائه وإعادة تأهيله. طرطوس بحد ذاتها مدينة سياحية للغاية، وتخريج دفعة من خريجي كلية السياحة بالتأكيد سيفيد في عملية التنمية وإعادة الأعمار على مستوى السياحة. كذلك حضر السيد الوزير توقيع اتفاقيات تعاون بين جامعتي تشرين وطرطوس. تتحمل الحكومة الآن 1 مليار ليرة تقديمه لجامعة طرطوس. ما في شك جمع الموارد كان عملية ليست بالسهلة، لكن تأمن الحمد لله. وفي هذه المناسبة أيضا جامعة تشرين تبذل من مواردها الذاتية أيضا لإنماء جامعة طرطوس. أتمنى إن شاء الله بالرغم من كل الصعوبات التي نعانيها وكما ذكرت الحرب الجائرة التي تشن على سوريا أن تنهض جامعة طرطوس، ولدينا مشاريع الآن قيد الإنجاز إن شاء الله. يجب أن نبقى دائما متفائلين، وأتمنى الزيارة القادمة أن يكون لدينا مفتاح لرئاسة الجامعة أو لإحدى الكليات إن شاء الله. أول توقيع اتفاق مع جامعة تشرين كونها الجامعة الأم، وقعنا اتفاق للتبادل العلمي الثقافي والطلابي بما يخدم الجامعتين. واختتم السيد الوزير جولته بحضور اجتماع مجلس أمناء جامعة طرطوس للاطلاع على أهم مطالب ومشاكل وهموم السادة عمداء الكليات في هذه الجامعة، واعدا بتقديم كل التسهيلات والإمكانيات لدعم جامعة طرطوس المحدثة وتطويرها. وضعت وزارة الكهرباء مشروعين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وذلك في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في منطقة العدوي ومدرسة جودة الهاشمي بمنطقة التجهيز في دمشق. معاون وزير الكهرباء المهندس نضال قرموشة بيّن أن المشروعين يأتيان في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية لتشجيع مستهلكي الطاقة على التوسع في تطبيقات الطاقة المتجددة بما يحقق جدوى للمستهلك والاقتصاد الوطني مع الحفاظ على البيئة. بدوره بيّن مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء ضرورة نشر هذه التقنية وتقييم أدائها لتعميمها في جميع القطاعات العامة والخاصة لتشجيع المواطنين المهتمين والصناعيين على استخدام تقنيات الطاقة المتجددة في منازلهم ومنشآتهم وزيادة الثقة بهذه التقنيات لما لها من أثر إيجابي ومنعكسات اقتصادية وبيئية كبيرة. هذه المشاريع تعد رديفة إلى المنظومة الكهربائية وإلى الجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء وعمالها ومهندسيها ومخططيها في سبيل دائما بناء المحطات الكبيرة، إلا أن هذا الموضوع يوفر الوقود، يوفر من الفيول أويل والغاز الطبيعي، كذلك من الانبعاثات الغازية، يعتبر وجه حضاري في هذه الأزمة التي تمر بها البلاد. نجد هكذا مشاريع تبنى بخبرات أيضا زملائنا المهندسين المركز وغيرهم. هذا المشروع يتضمن تركيب منظومة كهروضوئية لأغراض ضخ المياه، مياه الشرب. طبعا الاستطاعة الإجمالية للمشروع كلاوقت حوالي 13 إلى 14 كيلو واط. كلفة المشروع بلغت كلفة المشروع حوالي 6 مليون ليرة سورية. من المتوقع أن تبلغ كمية الطاقة الكهربائية المنتجة من هذا المشروع حوالي 28 ألف كيلو واط ساعة. المشروع الثاني أنا حاب كمان صلي الضوء على المشروع الثاني اللي عم نقوم فيه حاليا، تنفيذ مشروع ريادي على أسطح أحد المدارس الحكومية.
وبالفعل اليوم نحن تم إنجاز هذا المشروع على سطح مدرسة جودة الهاشمي، وتم المشروع وضعه بالخدمة وربطه على الشبكة. طبعا استطاع هذا المشروع المركب على سطح جودة الهاشمي يبلغ حوالي 20 لوات بتكلفة حوالي 20 مليون ليرة سورية. برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، أقامت جمعية تنظيم الأسرة السورية اجتماع الجمعيات الأهلية حول دور الجمعيات في تمكين وحماية المرأة من العنف. وأكد المشاركون في الاجتماع على تشجيع مؤسسات المجتمع الأهلي في إدارة وتنفيذ برامج تتعلق بقضايا العنف ضد المرأة واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها، والتي تعد جزءا لا يتجزأ، وتعزيز المشاركة والتشبيك والإحالة فيما بينها عند وجود حالات متعلقة بالعنف. كما تم التطرق إلى الآثار السلبية للعنف على المجتمع والأسرة وصحة المرأة، إضافة إلى التشاركية في ميدان تلبية الاحتياجات في هذا المجال. ومن الجدير بالذكر أن المنظمة تسعى إلى تعزيز الصحة والحقوق الإنجابية والخروج بتوصيات تتعلق بتمكين المرأة والتحديات التي يمكن مواجهتها عند التعاطي بقضايا العنف القائم على هذا النوع الاجتماعي. أكد سماحة المفتي العام للجمهورية دكتور أحمد بدر الدين حسون أن سوريا بهمة أبنائها وبسالة جيشها وشجاعة قيادتها وتضحيات شهدائها ستنتصر في معركتها ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة من أكثر من 100 دولة. وأشار المفتي حسون في محاضرة ألقاها في معهد الشهيد باسل الأسد بدمشق بدعوة من فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي، أشار إلى أن سوريا لم تحمل يوما ما فكرا تابعا أو هجينا، واستطاعت عبر تاريخها العريق أن تحتضن جميع الشرائع السماوية وأن تكون حاملة للهم القومي والمدافع عن الحقوق العربية. وفي معرض رده على تساؤلات الحضور، رأى المفتي حسون أن سوريا اليوم في طور التعافي والقوة، والدليل هو زيارات الوفود الغربية إليها، لافتا إلى أن أبناء سوريا مستعدون للتضحية بأرواحهم من أجل أن تبقى حدودها مصانة وسيادتها محمية. مجلس مدينة حمص في إطار خططه لتأهيل الشوارع وتحسين واقع الخدمات ينتهي من تعبيد الطريق الواصل بين طريق تدمر القديم وطريق الواصل إلى بلدة سلامية بطول 550 مترا بتكلفة تقديرية 81 مليون ليرة سورية. في إطار الأعمال الخدمية التي يقوم بها مجلس المحافظة في حمص لإعادة البنى التحتية وإعادة تأهيل الشوارع والطرق في محافظة حمص وريفها، قام مجلس بلدية حمص بتعبيد الطريق الواصل بين طريق تدمر القديم والطريق الواصل إلى سلامية. جهود مستمرة من مجلس مدينة حمص لتأهيل بعض الشوارع وترميم بعض الخدمات الموجودة في المنطقة، بدأت منذ فترة طويلة نسبيا، ولكن في هذه المرحلة يتم إنجاز بعض الأعمال التي لها علاقة بتأهيل الطرق والخدمات في حي المهاجرين والزهرة. احنا في عنا شارعين رئيسيات، هو عبد الرحمن الداخل وشارع الأربعين، هدول أميز زفتة كامل. إضافة إلى ذلك نحن إنشاء شوارع جديدة غير النازل بالخطة مكلف، وبدنا دعم مالي. ترميم الشوارع هلا بالدرجة الأولى، وسنرمم بالدرجة الأولى الشوارع الرئيسية. مشروع شارع الأربعين هو مشروع امتداد لمشروع مستقبلي يصل بين طريق زيدل وطريق السلامية، حاليا منفذ منه جزء بسيط بطول 550 متر بكلفة تقديرية 81 مليون تقريبا، مرحلة أولى بدون أرصفة. المرحلة الجاية إن شاء الله قريبا المحافظة عم تقوم بتصديق العقود وعم تجبنا الأموال اللازمة إن شاء الله لتنفيذ المرحلة الثانية اللي هي أرصفة زائد جزيرة وسطية زائد وجائب خضراء بطول 7 أمتار من كل جانب تقريبا. هاي المرحلة مدتها 6 أشهر، نحن هلأ باليوم الأخير للمشروع. يعمل القائمون على أعمال مجلس بلدية محافظة حمص على تلافي جميع المشاكل والأضرار الطرقية للحفاظ على سلامة المواطنين، ولا يدخرون أي جهد في سبيل ذلك.
نفذ فرع الاتحاد النسائي في ريف دمشق وقفة تضامنية أكدوا خلالها دعمهم لأهالي حلب في مواجهة الإرهاب التكفيري، منددين بالجرائم السافرة التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المسلحة فيها. اعتصم اليوم العشرات من نساء وأطفال ريف دمشق استنكارا لجرائم التكفيريين بحق المدنيين في مدينة حلب، وحمل المعتصمون الدول الداعمة للإرهاب مسؤولية المجازر والجرائم المرتكبة بحق السوريين بشكل عام وأهالي مدينة حلب بشكل خاص. الذي يضر حلب يضر دمشق ويضر ريف دمشق، ونحن الآن نقف اعتصام تضامنا مع شعبنا في حلب، تضامنا مع نساء حلب، تضامنا مع أطفال، مع رجال حلب. نحن خلال هالاعتصام هذا بنحب نقول إنه نحن أطفال روضتنا ونساء البلد، نساء سوريا، واقفين وقفة مع أهلنا في حلب. سوريا دعيني أرفض حروفك دون أن تحرك روحي، سوريا كوني بخيمة أجلنا. واختتم الاعتصام بتقديم بيان باسم نساء وأطفال المحافظة أكدوا فيه وحشية المجازر التي حدثت في حلب وهي من أبشع الجرائم الإرهابية في التاريخ القديم والمعاصر من قبل هذه المجموعات المجرمة التكفيرية، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الدول الداعمة والراعية للإرهاب. مؤسسة الخزن والتسويق في محافظة دمشق تسعى من خلال صالاتها الموجودة في المدينة والسيارات الجوالة لتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من السوق. تعد مؤسسات التدخل الإيجابي أحد الأذرع الرئيسية لعمل الحكومة بتأمين المستلزمات الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة قياسا لفوضى الأسواق وانفلات الأسعار. وفي هذا السياق تسعى المؤسسة العامة للخزن والتسويق فرع دمشق لتوفير المتطلبات الضرورية للمواطن بأسعار أقل من السوق من خلال صالاتها المتواجدة في المدينة والسيارات الجوالة ضمن الأحياء الشعبية. هذا التدخل الإيجابي بشكل يومي بتأمين المواد الأساسية بفروقات لا تقل بين 25 و30% لتأمين المواد الأساسية. على سبيل المثال السكر بالمؤسسات 3 225 ليرة، برا 450 و425، الزيت كمان في فارق أكثر من 30-40%. التأمين المواد بشكل عام يعني مثال السمون، الزيوت، الدبس البندورة، هذولا فيها فرق دائما 30-40%. نقوم بإنتاج كافة أنواع الكونسرويات في بمعمل عشتار، وحدة عشتار تابعة للمؤسسة، بنوعية ممتازة وجيدة وأقل من السوق ب 25% تقريبا من ناحية السعر. كمان هي موجودة بكافة أنواع بكافة منافذ المؤسسة وبكافة المحافظات. كمان دعم الدولة لتلك المؤسسات ضرورة تفرضها الظروف التي يشهدها السوق، ومعاملة هذه المؤسسات بنفس السوية التي تتعامل بها مع التاجر وإعطاؤها المرونة في الشراء وكسر حلقة الوسيط لتذهب تلك الفروقات بالأسعار لصالح المواطن بدلا من جيوب بعض التجار الجشعين. بالتعاون مع هيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، غرفة تجارة دمشق تبحث في ندوتها الاقتصادية آليات وسبل تقديم الدعم لتنمية الإنتاج المحلي كما ونوعا. تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية ودعم جودة المنتجات الوطنية وزيادة قدرة الصادرات السورية على المنافسة جودة وسعرا كانت النقاط الأساسية التي ناقشتها الندوة، لافتة إلى برنامج خفض التكاليف الصناعية وتحسين مستوى المنافسة. نأتي اليوم لتقديم ما يمكن تقديمه من عرض وشروحات عن آليات الدعم المزمعة والمتوقعة أن تتم في إطار هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بعد استكمال الخطط والأنظمة المعدة لذلك. طبعا الهيئة لديها أصبح تراكم خبرة جيدة في مجال جانب الدعم المتعلق بالعملية التصديرية خلال سنوات عمر الهيئة السابقة وهو حوالي 5 سنوات. وعلى الرغم من بعض الصعوبات على المستوى الترويجي، تعمل الهيئة على ترويج المنتجات السورية في الأسواق الخارجية إلى جانب المستوى الفني في تقديم الدورات التأهيلية واستقدام الخبراء ودعم الشركات السورية في خفض تكاليف منتجاتها. تسعى الهيئة في أحد برامجها إلى تهيئة بيئة أعمال مواتية لإطلاق الطاقات الاقتصادية بالحد الأقصى الممكن لتساهم بدورها أيضا في خدمة الاقتصاد الوطني ككل. وتركزت مداخلات المشاركين على تذليل العقبات التي تعترض العملية التصديرية وتطوير سياسة اختراق الأسواق الخارجية وإيجاد الشريك المناسب فيها.
طالب أعضاء المؤتمر العام السنوي لنقابة المحامين في سوريا اليوم طالبوا برفع الراتب التقاعدي للمحامين بقيمة 5000 ليرة ليصبح 30000 بدءا من العام القادم، وطالبوا بإعادة النظر باجتهاد محكمة النقض الخاص بالبيوع العقارية والسعي لدى وزارة المالية لاستيفاء ضريبة الدخل من المحامين بناء على تنظيم الوكالات بما يحقق المزيد من العدالة الضريبية. ودعا الأعضاء إلى العمل للحد من تزوير الوكالات والتشدد في موضوع نقل ملكية العقارات بما يحفظ حقوق المواطنين ودراسة الفرص الاستثمارية المناسبة المجدية لاستثمار أموال النقابة بما يعود بالفائدة على صناديق الخزانة والتقاعد. كما أقر إفساح المجال أمام المحامين المسجلين الذين لم يتقدموا بطلبات ممارسة للمهنة عن السنوات السابقة بدءا من الأول من الشهر الأول عام 2010 ولغاية 31 من الشهر الثاني عشر عام 2014 بالتقدم بطلباتهم لتثبيت الممارسة خلال مدة أقصاها نهاية العام الجاري، على أن يثبت مقدم الطلب أنه لم يغادر البلاد والتقدم بشكل شخصي، على أن يكون مسددا للرسوم المتوجبة عليه بالنسبة للسنوات المطلوب تثبيت ممارسة المهنة عنها. وفي معرض رده على أسئلة الأعضاء أكد معاون وزير العدل القاضي تيسير صمادي أن الوزارة معنية بطروحات نقابة المحامين ومقرراتها بما يخدم مصلحة العمل القضائي. وأضاف صمادي أن الوزارة تعمل على أتمتة العمل القضائي في القصر العدلي بدمشق بما يساهم في تقصير مدد التقاضي وإتاحة المجال لمراقبة العمل في المحاكم وسرعة البت في القضايا والحد من التداول الورقي. من جهته أكد نقيب المحامين نزار سكيف أن النقابة تعمل على تعديل قانوني لتنظيم المهنة والتقاعد، إضافة إلى أحداث أنظمة جديدة عدة سيتم بحثها في مؤتمر استثنائي بعد 3 أشهر لإقرار شركة المحاماة ومعهد للمحاماة وأحداث مركز للدراسات الاستراتيجية والقانونية ومشروع نظام للضمان الصحي. نظمت جامعة دمشق ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والأمانة السورية للتنمية حول برنامج تعرف إلى عالم الأعمال بهدف تطويره على المستوى الوطني والتعريف بالمنهاج الجديد له. وخلال الورشة التي عقدت في مركز الجامعة للمؤتمرات بيّن الدكتور محمد حسان الكردي رئيس جامعة دمشق أن الهدف من تعميم البرنامج تطوير ثقافة الطلاب في مجال ريادة الأعمال ومساعدتهم على تأسيس مشروعات صغيرة مدرة للدخل بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وأن المشروع يخلق حالة من التآلف بين الطلاب ويغير في منهجية تفكيرهم من خلال المشاركة بين الاختصاصات المختلفة. من جانبها أوضحت مسؤولة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منظمة العمل الدولية أن الورشة مخصصة لتدريب 23 مدربا من مختلف الجامعات السورية، وأن البرنامج مطبق في 50 دولة، وسوريا كانت من أول البلدان العربية التي اعتمدته منذ عام 2007. ضمن حفل مركزي ضم عروضا فنية وموسيقية، جامعة البعث في محافظة حمص تكرم الخريجين الأوائل على الكليات وحاملي جائزة الباسل للتفوق للعام الدراسي 2015-2016. كرمت جامعة البعث الخريجين الأوائل على الكليات وحاملي جائزة الباسل للتفوق للعام الدراسي 2015-2016، وذلك ضمن حفل مركزي ضم عروضا فنية وموسيقية قدمها أطفال من جمعية كريم وعدد من طلاب كلية التربية الموسيقية بالجامعة. أعطونا حقنا، يعني بعد تعب 5 سنوات لقينا أنه جهدنا أعطى منتوج. التكريم هو ثمرت هاي الجهود اللي عملنا اللي اشتغلناها طوال 4 سنين. حافز لنخطو خطوة لقدام ونساهم ببناء الوطن، والتكريم أكيد اهتمام من القيادة ورئاسة الجامعة فينا. التكريم يعني فرحة إنا، تكريم لجهدنا لأهالينا، لشكر لرئيس الوطن لجيشنا العربي السوري. التكريم هو ثمرت التعب، تعب 5 سنين بالدراسة وحصلنا على هالتكريم الحلو. هو رسالة ليس فقط لجامعة البعث وحمص وإنما لكل سوريا وللعالم بأن أبنائنا الطلاب رغم كل الظروف الصعبة التي مروا فيها إلا أنهم مصممين على وعازمين على الاستمرار في الدراسة والتفوق. نحن نفخر بهم، نفخر بأنهم كانوا جادين لكي يصلوا إلى مرحلة التفوق، والوطن ينتظرهم وينتظر تفوقهم وينتظر عملهم، لأن الوطن سيكبر بهم ونحن من خلالهم سنعيد إعمار الوطن وسيكون الوطن أكبر وأغلى وأقوى.
كانت وما زالت جامعة البعث صرحا حضاريا وعلميا تخرج جيلا قادرا على حماية الوطن ومساهما في بنائه. من جامعة البعث أخبار التلفزيون، إيمان إبراهيم.